اسمي باو براتس. اسمي باو براتس، عمري 17 عاما، انا طالب واعتبر نفسي سايبورغ. صفات السيبورغية هي تسمح لي بإدراك الأشعة فوق البنفسجية من الشمس من خلال نقلها لي عن طريق هزاز أو أضواء ليد. حاليا لم أزرع أي تقنية لأنني ما زلت قاصرا، لكن أفكر في دمجه في جسدي. تواصلت مع مجتمع الأنواع العابرة. إنه مشروع رائع، وضع برشلونة على خريطة الحركة السيبورغية. لنخلق الفرع الجديد قسمنا العملية إلى 4 أقسام: تجربة السايبورغ مع مانيل، التشفير والمواد مع فينيكس، التصميم الصناعي مع جوديث، وتاتيانا مسؤولة عن الجانب الفلسفي للخلق الجديد. يوجد هنا شاحن، هذا هو الحساس الذي يلتقط الأشعة فوق البنفسجية ويرسل معلومات إلى اللوح الإلكتروني، وهو ما يحول المعلومات إلى مولد الاهتزاز وأضواء الليد. شدة الاهتزاز والألوان تتوافق مع مستويات معينة من الأشعة. مع النموذج القادم سأكون قادرا على التواصل مع مدن مختلفة حول العالم وحتى الفضاء. أستطيع أيضا استقبال بيانات على منصة تسمح لي بقراءة مستويات الإشعاع. الجزء المثير للاهتمام هو بناء الوعي حول إحساسي وإحساس الآخرين. في هذه الحالة يمكن للأشعة البنفسجية أن تسبب سرطان الجلد، ويجب أن يكون الناس واعين لها. العلاقة بين البشر والتكنولوجيا كما أشار بعض الخبراء سابقا هي أننا نرى أنسنة للآلات ودمج الروبوتات بالبشر. السايبورغ هو عكس إطار الطبيعة.